رئيس كتلة المحور النيابية يشارك أهالي الموصل نكبتهم ويوعز بدعم مالي لتخفيف معاناة الضحايا. محافظ صلاح الدين يرأس وفدا حكوميا وعشائريا للمشاركة بمراسيم عزاء ضحايا العبارة ويقدم دعم أهالي المحافظة للمنكوبين. محافظ صلاح الدين يدعو إلى وقفة احتجاجية الاثنين لإقناع الحكومة الاتحادية بوجوب تسليم ملفات الإعمار لإدارة المحافظة. رفض الشارع الموصلي للسلوكيات غير المنضبطة، وأهالي صلاح الدين يقيمون صلاة الغاب على أرواح ضحايا العبارة.